السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مجددا. ودورة اللي هو سيارة تلفزيون السي ار تي. اليوم ان شاء الله بدنا نتعرف على الفروقات ما بين اللي هو انواع التيونر، الديفرنسز بتوين تيونر تايبس. التيونرات اللي ممكن نلاقيها في التلفزيونات بشكل عام واحد من ثلاثة. النوع الاول بنحكي عنه اللي هو الستاندرد، النوع الثاني الهاف ديجيتال، الثالث الفول ديجيتال. طيب بالنسبه للستاندرد شانل سيلكتور يونت، وحده منتخب القنوات من النوع الستاندرد، بنقول عنه بصيغه اخرى انه بيحتوي على الفول تيرمينالز، يعني بيحتوي على كافه اطراف التيونر المعروفه. اللي بدي اذكر فيها يعني بتجد في اللي هو الفي سي سي او السبلاي او الموجب بي اللي بيكون من 8 ل 12 فولت. بتجد اثنين اللي هو وثلاثة واربعة البندات، البند الاول والبند الثالث والبند بند اليو اتش اف، بند اليو اتش اف. طيب والطرف الخامس اللي هو ال VT او الفولتج تيونينج اللي احنا اخذنا يعني في كذا محاضره، هذا اللي هو المتصل بالفاركتر دايود بالفاريكاب. الطرف 6 اسمه اللي هو ال AGC، وهو اختصار لاوتوماتيك جين كنترول، اللي هو التحكم الاوتوماتيكي في الكسب. يعني عشان تيجي المحطه في شروط، عشان تاتي المحطه بده يكون في عندي سبلاي موجود على التيونر، بده يكون في عندي سلكت للباند اللي بدي اياه حسب التشانل اللي انا بختارها، بده يكون في عندي فولتج تيونينج، تم التحكم في الفولتج تيونينج، بده يكون في عندي بعد هيك الاي جي سي بتحكم آليا في زيادة او اخفاض الفولتج اللي هو المطلوب حتى الصورة تطلع اللي هو صح وسليمة. طبعا طرف 7 اللي هو الاي اف الانترميديت فريكوانسي، اللي هو الاوتبوت الخاص ب اللي هو التشانل سيلكتور يونت التيونر. في طرفين مش ذات اهميه كبيره يعني، اللي هو اي اف تي واي اف سي، هذول طرفين اللي هو اوتوماتيك فريكوانسي تيونينج واوتوماتيك فريكوانسي كنترول. يعني بدناش نتكلم عنه هنا كثير، مش هالاهميه. طيب هذا النوع الستاندرد اللي من الممكن تلاقيه في الأجهزة، ولليوم موجود في كثير من اللي هو الأجهزة، الستاندرد شانل سيلكتور يونت، وحدة منتخب القنوات من النوع الستاندرد اللي بكون فول تيرمينالز، موجودة في كل هذه الأطراف المعتادة. طيب النوع الثاني في التيونرز اسمه هاف ديجيتال، الثالث فول ديجيتال. الهاف ديجيتال هذا بتجد في اطراف التشغيل، يعني الفي سي سي موجود او الموجب بي بس حتى موجود منخفض، وفي طرفين اسمهن اس دي اي واس سي ال، هذول كونكتد ما بين التيونر والسي بي. هذول بيأتن من السي بي يو للتيونر، مهمتهم التحكم في واحد من اثنين. ها بدنا نفرق ليش هاف وليش فل. هاف لانه هذول الاس دي اي والاس سي ال بدهم يتحكمن اما في اللي هو الفي تي او في الباندز. ها التيونر الهاف ديجيتال الاس دي اي والاس سي ال بتحكم اما في الفي تي او في البانز، يعني بطل في عندي ثلاثة باند. لما يكون بده يتحكم في الباند بلغي الثلاث اطراف، هذا هو بتحكم فيهن الاس دي والاس سي ال، والفي تي نفسه بتم التحكم فيه عادي اللي هو من 0 ل 33 فولت عن طريق مقاومة متغيرة كمبيوتر عادي، او ها الاس دي اي بتحكم في البندات او في الفي تي. اذا بتحكم في الفي تي بده يوصل للتيونر 30 فولت فيكسد،
ثابت، وهو داخليا بتحكم فيها. كمان مرة عشان الموضوع هيك يكون أوضح، في التيونر الهاف ديجيتال في عندي صار في طرفين جداد اسمهن اس دي اي واس سي ال. في الهاف بتحكم اما في الباندز في البندات الثلاثة ها او في الفي تي. اذا تحكم في البندات حيكون في عندي فيش 2 و3 و4، حيكون في عندي طرفين فقط وهو بتحكم فيها رقمه. الان لما يتحكم في البندات الطرفين هذول الفي تي عادي زي الانظمه القديمه عن طريق مقاومه متغيره ماشي، عن طريق ترانزستور، عن طريق اي سي، ما فيش اي مشكله. الاس دي اي والاس سي ان اختصاصهم في البندات داخليا، يعني ممكن يجي بالصوره هذه. الصورة الثانية اللي ممكن يجي فيها الهاب ديجيتال بتحكمش في البندات، الثلاث بندات وصلاته 100% في الأول في الثاني في اليو، وإنما بتحكم في الفي تي. ففي عندي طرفين اس دي اي واس سي ال، والطرف الفي تي واصله فيكسد اللي هو 30 فولت عشان يتحكم فيها داخليا. بينما الفول ديجيتال بتحكم في الفي تي زائد البندز. يعني هذا الهاف ديجيتال في تي اور بندز، بتحكم الاس دي اي والاس سي ال تتحكم في الفي تي او البندات. بينما الفول ديجيتال الاس دي اي والاس سي ال تتحكم في الـ VT زائد الـ Bands. هذا وهذا. فلغى الثلاث أطراف وصار يوصل 30 فولت بتحكم فيها داخليا عن طريق الـ SDA والـ SCL. فصار عندي طرف الـ SDA والـ SCL هدول بيعملوا كنترول لـ 1 Bands 2 في تي او تي يو او بي تي اللي هو بند التيون. هاي المفارقة في ثلاث انواع من اللي هو التشانل سيلكتور يونت الستاندرد اللي بتجد فيه فول تيرمينالز اطراف متكاملة بالكامل. النوع الثاني الهاف ديجيتال بتم التحكم رقميا اما في الفي تي او في الباندز عن طريق طرفين اسمهم اللي هو الـ SDA والـ SCL. إذا تحكم في الـ VT لن يتحكم في البندات، وإذا تحكم في البندات لن يتحكم في الـ VT. الفول ديجيتال زي الأجهزة الحديثة زي التلفزيونات الـ LCD كله فول ديجيتال، ما فيش فيه تماثل، ما فيش فيه كنترول عادي، لا رقميا بتحكم في الـ VT، بتحكم في البندات عن طريق اللي هو الـ SDA والـ SCL. طيب بدنا نشوف بعض الأمثلة على البوردات والشاصيز الموجودة عندنا. طيب هاي مثلا شاصيين عندنا، هاي هذا الشاصي راح نلاقي فيه فول تيرمينالز، هاي بند اليو، هاي الفي تي، هاي البي اتش، هاي الاي جي سي، هاي بند اللو، هاي الاي اف سي، هاي فولت التشغيل، وهاي الاي اف. فول تيرمينالز موجود عندنا هنا، هذا تيونر ستاندرد. بينما هاي شخص اخر بنلاحظ موجود عليه اللي هو اي جي سي موجود، في تي موجود، وفي عندي اس دي اي واس سي ال. هذا هاف ديجيتال لاغي البندات، ما فيش عندي انا بندات هنا وحاطط اس دي اي واس سي ال عشان يتحكم في البندات. هذا اللي هو الهاف ديجيتال. لو طلعنا برضو على السكيماتكس، هاي مثلا اللي هو خارطة السانيو زي ما احنا شايفين في الخارطة، نبين لك وموضع لانه في عندي اي اف ام بي اي اف سي في ال اي جي سي بند الهاي تيونينج بند اليو، هذا اللي هو ستاندرد. في ايضا بعض المخططات الخاصة بي اللي هو هيها الان هذه الخارطة هي كاتب لك اي جي سي اس سي ال واس دي اي 5 فولت 32 اي اف. الجهد هنا ثابت 32 وما فيش عندي بندات. اصبح هذا الاس دي اي والاس سي ال اللي متوصلات واصل لهان
هيو بتحكم فيهم اللي هو البروسيسور او المعالج او متكاملة الكمبيوتر، هو اللي بتحكم في اللي هو البندات. ان شاء الله نكون وصلنا المعلومة اليوم في اللي هو المفارقة بين انواع التيونرات. النوع الاول الستاندرد اللي راح نجد فيه فول تيرمينالز كافة الاطراف، الهاف ديجيتال اللي بتجد في طرفين اس دي اي واس سي ال بتحكموا اما في البندات او في الفي تي، الاخير الفول ديجيتال الاس دي اي والاس سي ال بتحكموا في البندات وفي الفي تي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.